التعليمات اللي قالت باش نستمروا ونرفعوا الايقاع، لانه اكيد بانه مرنا تمريرات درنا يعني دي كومبينيزون، خصوصا وانه اول شيء ما سجلوش هدف، وهذا الدروس اللي ديناها من المباريات السابقه، وهذاك دخل في المنظومه الدفاعيه، شفتوا بانه المنظومه الدفاعيه اصبحت قويه، ولكن الشيء اللي عرفوه لكل المتتبعين بانه المنظومه الدفاعيه يمكن في واحد الوقت وانا اشتغل دابا غير شهر ونصف يقدر يعني توقفها بواحد الشكل جيد، ولكن كيبقى المنظومه الدفاعيه الموجوديه كتطلب وقت، ماشي يمكن لك تخلق هذوك لي كومبينيزون اوتوماتيزمات. كل يوم تبينت بان وصلنا للثلث الاخير عده مرات ونورنا من اليمين ومن اليسار وبعناصر اظن دابا في الامس القريب كانوا عناصر تقول لك ما كانتش كتلعب اساسيه. إذا تكلمنا على الهبطي مع الرجوع ديالي كان في ليكيب اسبوار ورجع حتى اخر ما معلومه اللي كانت خديت بانه ما دارش تتهيل معاهم في اكادير، يعني حتى من الناحيه البدنيه كان خصو وقت باش يدخل، يعني بواحد النسق تصاعدي كريشيندو يدخل في الفريق ويكون اساسي. اليوم درنا فيه الثقه الحمد لله من الاول وبرهن على هذا. نفس الشيء اللاعب عبد الله لاعب شاب، نفس الشيء اللاعب بنزيده، وشفت وقت الهجوم كله لاعب شاب، واظن بانه هادشي كلشي ما كيتبنى الا على كون عندك واحد الاساس، واحد الاساس صحيح، الاساس ديال وسط الميدان كذلك اللي يعرف كيفاش يسترجع الكره ويعرف كذلك كيفاش يمكن له يعني يمر الكره تماما، اون جو سور لا فيرتيكاليتي، اون جو سور لا بروفوندور، لانه هي اللي غتقدر تجيب لنا اهداف. باش نلعبوا ذاك اللاعب اللي تيبغي الجمهور كيبغي الرجاء ديك هكاك، اكيد بانه في كره القدم الحديثه اظن بانه ملي كتسجل عاد كيرتاح الكل، وحنا اولا واللاعبين كيرتاحوا وكترجع الثقه، وهذا العنصر ديال الثقه اليوم الحمد لله رجعناه في كل اللاعبين، واكيد بان شفتوا الحماس باش لعبوا، شفتوا كذلك لا ميتريز يعني التحكم في الكره كيفاش كان، وحتى تخربوا فرص سجلنا وكنا نسجلوا اكثر، كنت كنتمنى باش تغطي كذلك يتوج بهدف اليوم، ولكن اظن بان كل لاعب المباراه، واظن بان هذا الشيء غيزيد يزكي حماسنا ويزيد يخلينا نشتغلوا اكثر، لان خصنا نشتغلوا على الجانب ديال التهديف اكثر. La finition, comme vous savez, la finition c'est un facteur qui est très très important. Mais je voudrais que tu me parles de ce que tu as fait. Tu as fait un peu de temps, 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 tu as fait un peu de temps. Je pense que si nous avons eu un temps, nous avons eu un temps, nous avons eu un وكذلك بالرجال اللي هما اليوم كانوا في المستوى هما اللاعبين، واظن بان هذا الشيء كله رجع لنا باش نكونوا اليوم في هذه اللحظه الحقيقيه في المرتبه الاولى مع فريق بيدو. كنت سي رشيد ناخذ بعض الاسئله. عمر السلام عليكم سي رشيد، تحدثت شي على اللاعبين الشباب في فريق الرجاء الرياضي، منهم برنش ديتا، منهم البداوي، منهم الهبطي، خصوصا الهبطي، واش انت ما كتشوفش ان الهبطي عنده ان مانك دو طون جو هو اللي ما كيخليهش يكون فعال اكثر في امام الماتش؟ لو طون جو ابري تيجي مع لي ماتش، لو طون جو بور جوي تاع ماتش دو نيفو، وحنا الرجاء المفروض علاش باش نعديو الايقاع خاص تكون عندك اون باز، ولا باز فيزيك اللي تري امبورتون، اي كوم جي دي استشاره مع المعد البدني، لاعب اللي ما دارش لا بريباراسيون فيزيك هذه الاولى، ولاعب اللي كان يعني نقولها مغضوب عليه خصوصا واحد المباراه كذلك يوم الخميس ان شاء الله بفرق الباطن. واضح سي رشيد. سي حسن. انتم شفتوا عندنا اليوم يمكن اربعه لاعبين وهذا اللي كانوا منهم الحداد حميد كان ثلاث اربعه ديال المهم كان ماشي هاب كاين لاعب ارجون اللي مازال ما رجعش من الاصابه ديالو، كاين اللاعب الياس حداد اللي لعب اخر مباراه، وكاين اللاعب زريده اللي كذلك وكان مرهق، وكان مرهق، علاش مرهق؟ لانه لعب عده مباريات وبدا كيحس بشي تجمد عضلي، وحنا ما بغيناش نغامرو به باش ما نقوليش عنده اصابه،
comme ça on peut l'induire à une déchirure musculaire. وضم كان كونفوكي ولكن شفت بانه المباريات قريبه فيما بيننا هي الخميس ويمكن على بوتا ثاني عيد الماتش ديال جديده حنا ثاني عيد حنا لاعبين فهذا شيء بان خصنا نعرف ندير الدوران باش ندبر يعني ليفيكتيف ونربحو ربحو مباريات ولكن ربحو لاعبين ما نضيفهمش باش ملي يرجع ترجع التركيبه كلها اكيد بانه غتزاد اضافه بالنسبه للفريق ديالنا ان شاء الله. ماتيسيا ماشي بهجاري ماشي انت كتشوف ديسير دون اللاعبين ولكن غصه ديال الاقصى قطع عند الجمهور رغم الفوز الجمهور باقي كيواصل الجمهور ديال اللاعبين كيفاش المراد ديال اللاعبين مسعود العمروبي خاصه موسم جديد. المراد ديال اللاعبين يمكن بعد الانتصار اكيد بانه كما قلت لك بانه يعني مزيان حاليا واكيد بانه المراره ديال الاقصاء كلنا تجربنا بها ماشي غير حنا حتى انتم معنا لان حتى انتم راكم معنا راكم قلبا وقلبا معنا وتنشكركم ولكن كما قلت لهم حنا وانا قلتها في السير ديك الفتره ولكن خصنا ناكدوها باش ننتصر باش الجمهور ديالنا ولكن كاين بان الجمهور راه حاجه يمكن في الدنيا اللي معروفه من عند الله سبحانه وتعالى راه الموت كتجي كنفقدوا اعز الناس فينا بوينا ولا اي واحد من العائله كنفقدوه ولكن كتجي نسيان لكن ما نقولش انا غنساو غنبقى فينا ولكن غنبقوا فريق ان شاء الله كما قلت لك باش ملي نوليو كنحققوا الانتصارات كنحققوا الاهداف اكيد بان كل المكونات كتتدحر وحنا راه طلبت انا العضو ديك الطرف في المنتصف ولكن دابا خصنا نفكروا الامام ما نبقاوش نفكروا في الماضي. سلام 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 رغم مرات الاقصاء حضر جمهور كبير اعداد كبيره وجه رسائل شنو هي الرساله ديالك للجمهور ديال الرجاء العالمي؟ رسالة كتبقى دائما بالنسبه ليا كنعرفوا بان الجمهور الغيره ديالو الحب ديالو الفريق كتجي بزاف على الشيء وحنا كنتقبلوا لانه هو تاج في براسنا كنعتنيو به وهذا ماشي غنقولها يعني بالنسبه ليا غير باش رماد على العيون بالعكس لان كنعرفوا القيمه ديالو كنعرفوا كيحب غيره فهذا لا حب غيره ولكن الدليل بانه اليوم حضر وهذاك الشيء اللي دار به تشجيع الامور اتخذت منحى اخر قمنا بتغييرات وصلنا ناورنا لكن الرجاء كان اون بلاس الرجاء كان اكثر تنظيم بعد تسجيل الهدف الثاني دفاعيا وبغاو يحافظوا على النتيجه وهما ولاو لاعبين الاسلوب ديالنا على المرتدات ابخي دو زيرو هذا من حقهم مشاكل ماليه تصحات في الاول توجدوا ولا مازال مشاكل ماليه اونكور الرئيس سيد مجهودات قدر المستطاع هو فريق العمل والمسؤولين المحلي وفوالا ولا يخفى على احد انا جو بارل با دارجون عطاونا ملعب ديال التدريب قار ما عندناش ملعب تدريب قار لا تنطلبوا عباد الله كاين الملحق لكن الشركه اللي المكلفه بالصيانه هي اللي تعطينا البرنامج يعني على حساب الهوا ديالها دو ا تخوا فوا باغ سومين وباقي الاسبوع نحن نتنقل بين ملاعب ذات عشب اصطناعي بجودة متوسطة لن أقول رديئة متوسطة من الزوبجيكتيف واش ما تستطرش معك الإدارة الزوبجيكتيف هو البقاء هو البقاء هو حافظوا على المكانة ديالنا في القسم الوطني الأول ورغم أنه إحنا منذ التحاقي بالفريق يعني وبعد الميركاتو شوي يعني في مرحلة إياب جبنا 10 نقاط من اصل 15 متاحه وهذه واحد الحصيله رقميه جد محترمه الهدف اللي سطرنا مع اللاعبين هو نحافظوا على نفس الحصيله في 5 المقابلات الاولى لا شيء من هذا حصل في لي دو ماتش ومنا 0 بوين سور 6 اذا لي 3 ماتش الفو لي غاني كود 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 هذا هو اللي كاين سوف نشتغل لاسعاد الجماهير والسعاده استقال جميع مكونات النادي سهلا يعني منذ بدايه الموسم مولوديه وجده كان قراهين هذه المسألة ديال الإضرابات كنعرفوا بأن هاد 5 اللقاءات الأخيرة أنه كتجيو كتنقلوا بوحدكم بدون مكتب مسير. واش المسألة مسألة مشكل في المدينة ولا مسألة مشكل في المولودية الوجدية بالضبط؟ وهو أنا زعما أجهل الأسباب ولو كنت زعما أنا جي با لونغ دو بوا زعما وما تن لا أخشى أحد زعما فريمون جي با لي ما عنديش الجواب على الأسئلة على السؤال ديالك. مي زعما تنطرح أنا نفس التساؤلات. يعني مدينة كوجدة نادي كمولودية وجدة بحمولة تاريخية وما كاينش التفاف حول الفريق وكاين غموض
والهيكله الحاليه لا تناسب النادي ولا الانصار ديالو ولا الحموله التاريخيه. يعني دابا هلال الطير واش كيخدم على البروفيل ديالو اوطون كو اطار وطني اللي جاي بارمي لي جون باغي ياخذ هذه المغامره ديال انه ينقذ ما يمكن انقاذه حتى نهايه الموسم، ولا مساله ديال كلمه ميثاق شرف بينك وبين المولوديه الجديده؟ ميثاق شرف، انا اشتغلت مع النادي وتطرفتني علاقه صداقه مع الرئيس كذلك، وجل لاعبين سبق اللي اشتغلت معهم في 2018 عندما كنت مدير رياضي للنادي، وزعما ما نخدلهمش انا جو غاز جوز كوبو، سنعتبرهاش مغامره لحقاش الانديه ديالنا. شكون هي الانديه التي تغير مدربها؟ هي الانديه اللي عندها مشاكل تقنيه، مشاكل ديال النتائج، يعني شوز نورمال. ولكن في انتظار شي عرض يكون يناسب، يكون شي ان بون دي شاسور دو تيت اللي تيقولوا يمكن هذا البروفيل يناسبنا نديروا معاه شي مشروع ضرب 4 سنوات، ما كاين ان ديكالاج اونتر لي زونترينور و لي ديريجون مالوغوزمون. وخا تسمح لي واحد السؤال.